ومعنا مباشرة من هناك أسماء غلال رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، مرحبا بك. إذا بافتتاح مرآب باب شلة، عرض ركن السيارات يفوق الألف حاليا بالرباط، إلى أي حد تساهم هذه المنشآت التحت أرضية في تنظيم وتسهيل الحياة اليومية للرباطيين وضيوف الرباط كذلك، وكم كلف إنجاز هذا المشروع على أرض الواقع؟ شكرا الاخت رحيمه. مرحبا. اليوم عطينا انطلاقه ديال الافتتاح ديال المرأب تحت ارضي ديال باب شله، واللي تيضم 495 مكان لركن السيارات. قبل بواحد هذه في شهر 5 عطينا الافتتاح ديال المرأب تحت ارضي ديال باب الحد، واللي تيضم تقريبا حتى هو واحد 500 وشي حاجه ديال السيارات، دونك الا جمعناهم بجوج غادي يعطونا 966. بالإضافة أن عندنا مرأب تحت أرضي ديال المسرح محمد الخامس اللي تيضم فوق 300 مكان لركن السيارات، بالإضافة للمرائب أخرى. إذا إلا جينا نجمعوا المرائب اللي كاينة في السونتر فيل والقريب للمدينة العتيقة، هناك ما يفوق 1500 مكان لركن السيارات. هذه من أجل غير التوضيح، لأن باش الناس تكون عارفة بالضبط بان ساكنه مدينه الرباط ولا زوار مدينه الرباط والناس اللي باغين يهبطوا للمدينه العتيقه ولا يجيو لسونتر فيل، راه حنا موفرين لهم اكثر من 1500 مكان لركن السيارات. ما غنقول لك شي الفرحه ديال الساكنه كيف دايره، لان الناس كانوا متعطشين لهذه المشاريع الكبرى اللي هي داخله في اطار الرباط عاصمه الانوار، واللي هي مشاريع انطلاقه ديالها سيدنا الله ينصرو سنه 2014، واللي الهدف منها هو يخلقوا واحد الثوره عمرانيه داخل مدينه الرباط. اليوم مدينه الرباط عرفت تعرف واحد الجماليه كبيره جدا، ومن خلال ماشي غير الجماليه فقط ولكن الجماليه وايضا الافيكاسيتي استاذ الفعاليه، ان الناس ممكن الرباطيين ولا المواطنين ولا الزوار ديالنا من المغرب ولا خارج المغرب، اننا نوفروا لهم اماكن اللي تكون اللي ركن السيارات ديالهم ونسهروا على الراحه ديالهم. يعني هذا المشروع سيدتي كم كلف انجازه على ارض الواقع؟ كلف في الحقيقه التكلفه اكزاكتومون ما عنديش اكزاكت، ولكن هناك مجموعه ديال الشركاء اللي دخلوا في التكلفه ديال هذا المشروع، واللي من بعد الانجينيور ديال المشروع يعطيكم اكزاكتومون شحال تكلفات ان شاء الله. سيدتي هذه المرائب يعني تدخل في اطار البنى التحتيه الاستراتيجيه للعاصمه كما ذكرت قبل قليل، هل من مشاريع مماثله في الافق وبانحاء اخرى يصعب فيها ايجاد اماكن للركن؟ وما البرنامج الزمني المعتمد لتعزيز هذه البنى؟ إذا هناك في البرنامج الملكي الرباط عاصمة الأنوار مبرمج 7 مرائب تحت أرضية. اليوم تم الإنجاز ديال 4 مرائب تحت أرض، 3 مرائب تحت أرضية، اللي باقي هو 4 مرائب تحت أرضية. كاينين جوج في شارع محمد الخامس، كاين واحد في ساحة بدر، وانتم تتعرفوا الناس الرباط يعرفوا تما البوشون اللي تيكون في ساحة البدر وما تلقاوش الناس فين يركنوا السيارات ديالهم، وكاين أيضا واحد في الحي الإداري أي حدا الوزارات. ومن طبيعة الحال حنا واخا هذا الشيء مبرمج 7 ديال المرائب، لو ارتأينا أن الحاجيات ديال الساكنة تفوق هاد 7 ديال المرائب، رحنا غنبرمجوا في إطار آخر هاد المرائب تحت أرضية من أجل السهر على راحة المواطنين. إن شاء الله. السيدة أسماء أغلالو رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، شكرا لك على كل هذه المعطيات.